قال لك الا بغى الله يعطيك يولي البرد يحتب ويجيب لك، والوليدات ينجحوا لك، والمراه تسمع لك، والخير يفيض عليك، والنسيبه تدخل ولادها وراجلها وتجيب لك. وإلا بغى الله يقلع عليك ودار سبولتك، تخلص الماء يجيك الضو، تخلص الضو يجيك الكراع، تخلص الكراع تخوى البوطة، تعمر البوطة يتقطع الصباط، تعدل الصباط تمرض المرأة، تنوض المرأة تخوى الفارينة، تعمر الفارينة طيح أنت، تنوض أنت يجي الضو. شارك منه. لأن علاش؟ حنا قضاو علينا العيالات نهار الجمعة، قال لك المغاربة تعان فيه الأجر، تعان فيه الأجر مي كان ديروا حنين باك بكري الله يرحمها. كانت تحل حلو بيدها، كانت تعام فيه لاجر، اليوم تعام ما فيهش لاجر، تلاقى نسيبتنا ونسيبتكم، حنا وحناك، جارتنا وجارتكم، ولادي وولادك، نهار الجمعة يديروا الطعام، والجهة اللي تاكل منها أنت يديروا لك فيها السحور، واش يعلموا لك ذيك الجهة؟ خزية ولا لفتة؟ هذيك اللفتة مسموح المرور، ذيك الخزية انتباه خطر متنوع. إذا كنت شيفور دور الفولة النسيبة، قول لها كلي ذيك اللفتة. ما تعجبنيش. قال لك حقوق الانسان، حقوق الانسان حقوق المراه. انا مرتي خليت لها 10 الاف فرق باش تشري بها الدقيقه البلد، حسنت بها راسها. تاع علاش خسري 10 الاف؟ قالت لي طلق لي انت راجل. ديتها للقاضي ونرجف. السلام عليكم. السلام. قاضي قال لي مالك تبيبري؟ قلت له سعاده القاضي هذه المراه بغيت نطلقها. قال لي علاش؟ قلت له خليت لها 10 الاف فرق باش تشري بها الدقيقه البلد، حسنت بها راسها وخلاتهم بالجور. هذا قال لي لا بغيت تطلق مرتك، حقوق المرأة مليون. قلت له حقوق الراجل؟ قال لي 6 شهور ديال الحبس. قلت له سعادة القاضي هذه المرأة سحارة، سحرت لي في الحمام. القاضي قال لي غير روح تروح تناكلي التقاشير في الطعام. القاضي تا هو مرهوج، واش هو ما عندوش المرأة؟